طلب هذا الحقوق اللي هو غير تمت الوصول منها في سوق المصدر. وهذا السلسله ديال السلام اللي هو السلسله الاسلامي اللي هو دائما كيكون كيشوف في هذا الحال اللي تطور في الموضوع اللي هو غير الاهميه الموضوع ما كنعرفوش شنو هي ولكنه كل الناس يكونوا تعبوا ليه ولا يقدروا يكونوا الناس يهتموا به. الموضوع هو بطبيعه مدنيه بطبيعه صحيه ولكن الالتزامات اللي ذكرتها والالتزامات الجنائيه تكون جنائيه خاصه اذا ما ربط هذا الموضوع بمجريمات الاتجار بالبشر. موضوع التبرع هو موضوع معاناه الاخر الذي يعاني في صمت والم والم وقلق. موضوع التبرع هو موضوع قلبي 1596 سنه 1996 واللي بمقتضاه استنتجوا عليه المغاربه والاجانب باش نحكوا على المغاربه والاجانب في ظاهر الاعضاء والتسليم البشري. هذا القانون هذا القانون اللي استرسل 1999 بطبيعه الحال عنده الايجابيات ديالو وعنده السلبيات ديالو مقارنه مع مجموعه ديال الدول الشقيقه والدول المجاوره. بطبيعه الحال هذا القانون لم يرقى للمستوى اللي كانوا تيقدروا المغاربه. بطبيعه الحال المشرع المغربي حدد ما هو القانون 1690 وحدد الجهه المقبله ديال الزعم ديال المشفيات الجامعيه. بطبيعه الحال ما عطاش فرصه للقطاع الخاص انه يدخل لهذا المجال اللي مجال ديال الصحه فيه معاناه في المغرب وبالتالي القطاع الخاص غتكون مسؤول اكثر. وقبل ما ندخل في التفاصيل لابد بعدا نعرفوا شنو هو العضو والنسيج. هذا الجسد اللي عندنا اللي حدد الله سبحانه وتعالى كيمكن كل واحد كل شخص فينا يعتق 8 ديال الناس. كل شخص فينا يعتق 8 ديال الناس من الجسد ديالو. كاين الكليتين وكاين الرئتين وكاين البنكرياس وكاين القلب وكاين الكبد وكاين مجموعه كاين المصرى الصغير. هادو الاعضاء. الانسجه كاين العظام وكاين الشرايين والاورده والنخاع العظمي سمارات القلب والغشاء السياني والجليد والاوتار وقرنية العين والاربطه المفصليه وغشاء الدماغ والحد الشوكي والغشاء المفصلي والخلايا الاصليه المكمله للدم. هذا القانون اللي المشرع المغربي اعطى فيه اختصاص القضاء. القضاء هو اللي كيشرف على كل العمليات ديال التبرع ماشي ديال الصحه. العملية ديال التبرع بطبيعة الحال المشفى له الصلاحية لأنه ماشي كان جيب بحنا وتخدم طلب بغيت كدا أو بغيت قلب أو بغيت كاين واحد المسار كيبدا في المشفى الجامعي تالي أنا كيكون عندي البصمة الكلوي أول حاجة خصني ندير خصني المشفى الجامعي كنمشي كندير التحليلات المخبرية. هاد التحليلات المخبرية هي اللي كتعطيك الحق واش غتزرع ولا ما تزرعش وبالتالي كتقلب على الشخص هذاك بحال الشخص اللي يعطيك يكون الاصول او الفروع بالدرجه الرابعه. الزوجه تكون الزواج اكثر من سنه، الاخ الاخت الام الى اخره. دائما انا كنطرق للنساء لانه انا كنحيي بهذه المناسبه بالنسبه لي 98% النساء اللي كيتبعوا كيعطوا الازواج تعطي الاخ تعطي الاب تعطي الام تعطي ولادها تعطي حبيبها تعطي عمها. كنحييكم بهذه المناسبه تحيه ايجاب وتقدير. وغادي نسجل واحد الحاله ديال واحد السيده تبرعات بنتها بكية في الحكومة ديال الإضافة وكان واحد 36 والبنت الحجم ديالها قصير والأم غادي تعاني بحكم أن الأب عنده سكر والأم عندها سكر عندهم داكشي بلاتي. بالتالي الأم اللي غتعطي كية كتعرف بأنه ملي كيتبرع بكية ما كيعطيش الكبد مزيان لا شنو كيدير شي كبد ولكن كاين عندو كل واحد وواحد النهار كيحتاج عندو مشفى تيكسر كونيكيو كاين عندو كدا كاين عندو جوج كاين اللي هذيك وحده خرجت بجوج تيوليو روحها ولكن عندهم وظيفه وحده. دابا حنا ماشي كنا كنتمدو بكليتين كاين عندك وحده اي حاجه عيد مره مرات كنكسر كل كلمه هو الجيم سي سعيد. قلنا بانه المشرع المغربي اعطى قلنا في التحليلات الاخباريه من خلالها المشفى الجامعي كيوصل النتيجه واش هناك تقارب ديال النسبه ديال 95% فيما يخص الكي فيما يخص الكي الكي من الانسان الحي. إذا ما كانش التطابق ديال 95% ما يمكنش اللي من خلاله كيراقبوا واحد التفصيلات واحد الجزئيات. أنا كنت نتمنى طبيب يكون طبيب جراح في هذا المجال هذا ولكن الطبيب اللي كتعيط لي تقول لك أنا في كندا أنا في فرنسا
أو العلميات. مي كيعطوهم هذا المفادة طبعا الحق كيحيدو على المحكمة، المحكمة كتنعقد جلسة ديال وفاة المشروع كيطرس رأسها قاضي ومفتي نيابة عامة وكاتب الضبط ثم طبيبين، هي الجلسة الوحيدة اللي كتكون فيها هاد الفسيفساء قاضي ومفتي الحق العام كاتب الضبط طبيبين واللي غيتبرع واللي غيخدم، ولكن اللي غيتبرع كتكون هي جلسة خاصة لأنه أحيانا وهذه وقعت في الرباط هذه واحد 15 سنة واحد الرجل جا مراته ولا بها أجي للسبيطار من سينا هذه اللي تحيات وجي لها باش تعطيك هي بحكم أنها كتبان أنا زهية ما فاهم والو شتي يقول لها شكون كدير هنا أنا جاي مع الرجل ديال تحيات ما عرفتش علاش فإذا به باغي ياخذك هي طبعا المشفى هي لأن المشفى مشفى الجمعية ولاو كيوجدوا ناس ديال التواصل ناس عندهم آلية ديال التواصل علم اللغة علم الاجتماع علم النفس والإقناع من بعد غادي نرجعو علاش كنوجدو هاد الناس في المشفى العلمي بالتالي عليك المرأة تقول لها مشلحة سوسية راه كتعطيك هي الزوجة تقول لها موافقاش أنا جاية تحيات واش أنا جاية تحيات ما عرفاش أنا جاية ولدي وقال لها دابا غادي نخدمو معاك لأنه المشفى قال لك كاين شي إشكال أو جبنا واحد التحية يستعيد جبنا التحية بالتالي عدوا على المسألة لأنه هنا ما كايناش إرادة ديال المتبرع بالتالي إذا رجعوا دابا للجلسة الدور ديال القضاء شنو وهو يتوفر من الشروط ديال التبرع الإرادة ديال المتبرع ما كاينش ضغط ما كاينش إكراه التأكد من الوثائق التأكد من الوثائق ومن بعد ديك الساعة كتعطى الكلمة النيابة العامة غالبا كتعطي طبيعة القانون هنا المحكمة كتعطي أمر قضائي أمر لأنه ما يمكنش هذه استحالة قطعية أن شي مشفى يدير عملية ديال الإصلاح الديني أو الأعضاء كاملة بلا أمر ديال هنا كاين تفصيلات التفريعات في 1592 اللي كتجرم هذا الفعل يستحي استحاله قطعيه ان شي مشفى من المشفيات ينوض ينشا عمليه ديال الازرع الكليه او القرنيه مع هذا المشفى الجامعيه مع الاعلام نفسهم كذا كاملين كاين مسنا كاين الشيخ زايد كاين مشفى عسكري الشيخ زايد راه مشفى جامعي مشفى عسكري هو مشفى جامعي كاين بالغوش ديال الطريقة وكاين فاس هاد السته هما اللي كاين هاد السته المشفيات هما اللي مخول لهم انهم ديال العمليات ديال الصحه وحصه الاساس ديما في الرباط علاش كاين موسينا مش جامعي مش عسكري مش رزي ثلاثه مش الاغلبيه ديال العمليات ولو انها قليله لانه نهار اللي صدر القانون 99 بدينا فيه 2000 جوج وكان تعطوا في مجال التشريع صدر واحد القرار اللي يمكن بانه كانت المحكمه غنطبق عليكم سته المساله ماشي مشكل انا كنهضر معاكم من الناحيه العمليه انا كندخل الجلسه انا راه كنت تقريبا 40 سنه في الاداره كنهضر معاكم ماشي من الناحيه النظريه راه تقدر القانون من الناحيه النظريه وتنزلوا لانه في 2002 نزلنا هذا القانون ولقيناه ما تحدث لا المشفى ولا القضاء لانه ما كاينش واحد التراكمات ما كاينش واحد التجربه ولا كاين شي تراكمات كاينه من فتح القرار بالتالي هاد التراكمات هادي من 2002 كان شي مواطن جا من تيزنيت بغى يزرع كيليا وتقدم طلب على رئيس الحكومه الحكومه دارت له هذا الاختصاص وانا هاد المساله ديال الاختصاص لانه تيجي من تيزنيت انت جاي تيزنيت خصك تجي تيزنيت تيزنيت فيها مشكل جا النص شتي يقول لك ماشي دائره النفوذ المحكمه نقولوا عليها في الاعضاء الانسيه دائره النفوذ المشفى الجامعي باش يجي من غينيا يجي الرباط المشفى بن سينا عنده اختصاص لان دابا كاين مجموعه ديال افريقيا كيجيو من غينيا من نيجير من نيجيريا موريتانيا وكيديروا الزراعه ديال الاعضاء الانسيه ديال الاصول الفروع التوكليه ولكن هادشي هما ما مفرطينوش في حين في المغرب كاين تفريع لهذا الامكان انا قلنا في 2002 من صدر مرسوم اخر اللي كيكمل لانه من بعد نعطيكم المراجع كاين القانون 1692 2002 جا قانون اخر جا تعديل اخر في 2006 جا تعديل اخر في 2012 بمعنى تلقاو هذه باقي ما كملناش القانون ديال القانون المتعلق بالزراعه الاعضاء الانسيه البشريه بشكل كبير قلنا دور المحكمه اللي كتصدر هذا الامر كيتعطى للمشفى المبيعي وهنا خصكم تعرفوا مزيان المسؤول في الزرع ماشي هو الاطباء مدير المشفى مدير المشفى العسكري او مدير المشفى ديال الشيخ زايد الجامعي هو المسؤول ما كنعرفوش هذاك اللي يدير العمليه ملبش او هذا كنعرفوا المشفى المبيعي كيعرف مدير المشفى الجامعي فقط ما تقوليش انا الطبيب الجامعي ثانيا من هذا الامر طبعا الحال تيكون قطعي ويلزم النظام ولكن كيمكن الانسان يتراجع تصدر الاخوان لانه التبرع فيه التراجع
كيمكن لي انا نجي ولكن قبل ما نتبنج قبل ما يتبنج الشخص كيقول انا اتراجع ولكن لمشى نتبنج راه ما كيتراجع تراجع بنصوص قانونيه فيما يخص التبرع بين النصوص الفروع والتبرع بعد الوفاه والتبرع بموت سريع او دماغي لانه كاين تفصيلات في 1590 كاين تبرع بين اصول الفروع هو اللي هضرنا فيه مرتبط اساسا بالجلسه الاولى في المشوره مرتبط بجلسه فيها واحد الاعتبار وغنرجع للاطباء شنو هو الدور ديال الاطباء في الجلسه لانه راه شحال واحد كيجي تيفكر غير تبرع ولكن كي كيسمع الشروحه ديال الاطباء كتغير عنده الوضعيه كيف كنت ديالها غنمشي ندخل السبيطار نعيد ليك الدواء وانت لا اولا نتايا واش كتبني هذا الشرط الاساسي الدخان والانسان اللي غير لانه حتى السوله ما كتساعدش الناس اللي كي يزرعوا كي بدرجه انه احيانا تكون يوم جلسه وكيقول له غتمشي تنقص واحد 5 و6 كيلو وكيرجع له تاني شي داك غير لوبيا العمليه كلها ترونات انا مشيت للترونات لوبيا هو اللي نقصهم كلاويه عندهم منع كليا عندها ما نفهم احنا اصحاح وشو شو كدير لينا والله الحرارة هي نقصهم كلاويه قلنا هذا الاطباء كيشرحوا الجوانب القلبيه والعليا والمضاعفات كاين مضاعفات كتعرف بانه الكليه اللي كيعطيها لك الوالد ديالك ولا الاخ ديالك ماشي اللي عطاها لك مره الكليه كيعطيها لك اصول فروع تقدر تصبر لك 50 سنه الكليه اللي عطاها لك مراني العمر ديالها بين 10 سنين حتى 12 سنه وهذه كتخلع الانسان اللي كتكون مراته تعطي كليه بطبيعه الحال حتى عليها وكيش الدخان وكيش السمنه والدواء لانه ما تنساو شي لانه راه ملي كنزرعو كليه راه عندنا واحد الدواء افضل عمرنا كامل الدواء عمرنا كامل 3 مرات في النهار هذا الدواء الدور ديالو شنو هو؟ الدواء كينعس ديك الكليه الكليه لانه كليه اجنبيه انا عندي واحد الفرضيه دابا اللي نفرض شي واحد تبرع بالكليه بعدا في القانون اللي تبرع بالكليه راه ما كترجع ليش كتمشي بسبب الاسباب نرجع هذيك الجسد ديالك تتولي عضو من الجسم الغالي خص دير ليها الدواء ديال المناعه عمرك كامل نوم واحد الدواء كتنعس الدواء وكان كتوهمها بانك داخله في المنظومه ديال الجسد ديالك كنا الاطباء كيبدا يشرحوا الجوانب القلبيه والعليه والمضاعفات شنو غدير شنو غتاكل شنو الدواء اللي كتستعمل اول حاجه غتبدا بها الملح المعدني ما كيتشربش المعدني ماشي كيما القصور كامل الملح المعدني ممنوع لان الملح المعدني فيه املاح وفيه بزاف الحوايج وهذا هذه كيدير القصور الكلوي الا مشى تشرب ولا مسي حارس ولا مسي ديال الكيمياء ديال الانواع ديال المياه كيجب ان تفتحش ثاني ماشي مغربي منطقه صحراويه كتعيب على المغرب فيما يخص المغرب علاش كتمشي هما من القاعده ما توفر المغرب بلاد ديال الماء ما عندناش شي مشكل ديال الماء مازال في الخليج شي ما ولكن في المغرب كيمنعوا منع كليا على الماء المرضى انهم يديروا اللي ما كديرها في سميتو في الخميس ايوا وفي عشيه ولا غدا كيحيد داك الشيء كيابسور كيحيد كلشي وكيعطيك الماء صافي طبيعي هادو من الامور اللي كيطرحوا الاطباء لانهم ملي كيبدا يشرح المتبرع اللي خدا كيان الشغل ديالها اش خاصك دير اش خاصك دير شنو دير باش تحافظ عليها باش تدوز واحد المده ما تسهرش ما تشربش ما تكليش الى اخره بالمقابل الاخر اللي عطاك ليا ما عندك حتى مشكل اللي عطاك ليا ما عندك حتى مشكل ولكن اللي خدا كلوى ممنوع عليها الرياضه ديال العنف ممنوع عليه البوكس ممنوع عليه كره القدم كيتحمل بزاف ديال الحوايج يجري يتمشى ما عندك حتى مشكل ولكن الرياضات العنيفه كتبع عليها معاها كليا بما فيها حتى قوه لان الكره تقدر لانه علاش؟ لان الكليه فين كاين دابا عندنا الكلوى؟ كما عندنا في الظهر الظهر كيلحم وكيلقط له راه الظهر حتى ما تيتقطع دابا تسمع شي واحد الصغار يقول لك كيبان الصغار